الجدير بتغطيتنا المستمرة من الأيام الفضائية لأكيد مواكبة آخر التطورات على ساحة المقاومة في لبنان وفلسطين المحتلة. نبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. راح نبدأ وياكم تغطيتنا لهذا اليوم ومناقشتها مع ضيفي في الاستوديو أستاذ كاظم الحاج، أهلا بك، وعبر سكايب الدكتور محمد نادر محلل سياسي من سوريا. أبدأ معك أولا أستاذ كاظم، أنا كنت في التغطية على رأس الساعة 4 وسألت السؤال الأول، هو المشاعر وبالرد الفعل الشخصي لكم بالرد الإيراني المثلج للقلوب، كيف تلقيتم هذا الرد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام. لا شك بعد الأحداث الكبيرة التي مرت بها المنطقة وتحديدا من 7 أكتوبر ووصولا إلى الوعد الصادق، نعم، وأيضا وصولا إلى اغتيال شهيد هنية وربما قمة الألم باستهداف واستشهاد السيد شهيد الشاهد سيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، يعني تأثرنا، يعني ليس فقط كبيئة مقاومة وإنما رأينا التأثر على الجميع، حتى ناس يعني ما لها علاقة لا بمقاومة ولا لها علاقة مثلا بالأحداث اللي تجري، كان هناك يعني غصة. إذن هذه معناته أنه سيد حسن أسس جيل مختلف ما له علاقة يمكن بالمقاومة وإلى علاقة بالمقاومة، إذن هو أسس تربية أخلاقية شاملة. سيد حسن ليس شخص وليس أمين عام لحزب الله فقط، سيد حسن فكر حسن وتحول هذا الفكر إلى سلوك، نعم، وهذا السلوك مورس في داخل لبنان وتحديدا في جنوب لبنان وانتقل إلى المنطقة، يعني كان بارقة أمل، كان ضياء في ظلام، كان كرامة في وقت ذل، كان شجاعة في وقت جبن الجميع فيه، كان تحدي رغم قوة وتجبر وفرعنة المقابل العدو سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الإسرائيلي. صح. سيد حسن نصر الله ليس أمين عام، يعني هناك كلمة أطلقت بعد استشهاده الأمين، فعلا كان الأمين، كان الأمين عن كل هذه التطلعات للأمة الإسلامية، الأمين لكل ما يرغب به العرب، الأمين لما يريده الفلسطينيون تحديدا، وبالتالي هذا الفقد لا شك يعني يترك أثرا كبيرا في النفوس، وبالتالي كنا نقول أنه لابد أن يكون هناك رد. الصبر الاستراتيجي المفروض له حد، التضحيات لها حد، لكن التضحيات ثمينة وباهظة، لابد أن يكون التصرف معها يعني مختلف، وهذا ما وجدناه حقيقة بعد الرد الإيراني، وكان ردا هو على اغتيال الشهيد هنية والسيد حسن نصر الله والضابط في فيلق القدس. لا شك أن العواطف كانت جياشة في حينها، يعني ليلة أمس هكذا وقت، قبل هذا يعني بعدها هكذا وقت، الساعة 7 تقريبا، أي اختلفت الحالة من انكسار
من تأثر روم إيماننا بالقيادة، بالولاية، بالقدرة، بمحور المقاومة، بجبهات الإسناد، ما يقدمه كل جبهات الإسناد العراقية، اليمنية، اللبنانية، إيران، سوريا. لكن أن نرى بأم العين، خصوصا نحن كنا نتطلع، يعني الجمهورية الإسلامية قالت أن الرد الأول للوعد الصادق كان استعراضا للقوة، وأن ردنا القادم سيكون تنفيذا للقوة. نعم. وبالتالي كنا ننتظر كيف سيتم تنفيذ القوة، ما رأيناه بليلة أمس هو تنفيذا للقوة. حتما كل شريف بغض النظر عن انتمائه، بغض النظر عن هويته، بغض النظر عن إيمانه بالقضية الفلسطينية، أن يرى هناك نصرا للمستضعفين، ونصرا للمظلومين، ونصرا لقضية يكاد أصحاب القضية الأصلية العرب أن يتخلوا عنها بهذه الصورة التي رأيناها، يفرح ويسعد ويسر ويبتهج. لماذا؟ لأنه هذا التجبر الذي رأيناه من خلال نتنياهو، اليمين المتطرف، دعم أمريكا، وهذه النشوة اللي كانت موجودة، ليس فقط النشوة، يعني الاستفزازية التي يمارسها، قتل الأبرياء، قتل كل مقومات الحياة. نعم. يذهب إلى المناطق المدنية فيقصفها، ولا يستطيع أن أي أحد أن يقول له، أن يقول له قف. بالتالي لا شك يعني استقبلنا الأمر ورأيناه بفرحة وسرور، ونشد على أيدي الجمهورية الإسلامية وعلى محور المقاومة أن يكون لكل ردع ردع، حتى المعادلة التي بناها سيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في مسألة توازن الردع تبقى موجودة. نتنياهو مقامر، والمقامر عندما يفوز لا يتوقف إلا إذا خسر. ليلة أمس خسر، وعندما يخسر رأيناه كيف ظهر على شاشات التلفاز، وبعد كم حتى ظهر على شاشات التلفاز، لغة الجسد التي ظهر بها، يده ترجف، السترة ما مكوية، القميص ما أدري شلونه، العين، التجهم في وجهه، كلها تدل على أن هناك خوفا ورعبا وردعا رآه بأم العين. وبالتالي حتما أن هذا الأمر مفرح. هو زين لحق يدخل للملاجئ، هسه اكو مقطع إلى أو الغيره، بس يعني حتما أن هذا الرد مبهج. صح. خلينا ننتقل للدكتور محمد نادر. أهلا بك دكتور. من سوريا، كيف هو رد الفعل الشارع السوري والأحرار في سوريا بعد الرد الإيراني المنصوب؟ بداية كل التحية لضيفك الكريم في الاستديو، للساده المشاهدين والعاملين في قناتكم الكريمة، وكل الرحمة للشهدات فلسطين المحتلة ولبنان، والرحمة كل الرحمة لسيد المقاومة وسيد الشهداء على طريق تحرير الأقصى. سماحة العام الأمين العام للأمم المتحدة، سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رحمه الله. طبيعة الحال أريد أن أعقب على ثلاث نقاط أساسية قبل أن أجيبك على سؤالك الكريم. النقطة الأولى، نعم اليوم يعني سماحة الأمين العام لحزب الله كان ليس مجرد يعني أمين عام لحزب الله، وليس أمين عام لحزب عسكري وسياسي استطاع من تراكم السنوات الماضية أو من العقود السابقة من تراكم خبرة قتالية فقط مع الكيان الإسرائيلي. كان أنا أعتقد بأنه تعدى إطار الفكر وتحول إلى ثقافة على مستوى المنطقة، حتى باتت هذه الثقافة مشروع هو آخذ في التمدد. وعلى اليوم ما شاهدناه من يعني حالة حزن لدى الشارع العربي والإسلامي على استشهاد الأمين العام لحزب الله هو أكبر مدرية على ذلك. في العلوم السياسية بطبيعة الحال هناك الفرق ما بين القائد والزعيم. القائد ربما يتولى المهمة بتنصيب أو ما إلى ذلك، الزعيم السياسي هو الذي يمتلك الكاريزما، هو الذي يستطيع من التأثير بشكل كبير على الشارع، هو القادر على إيصال الفكر الذي يتبناه والإيديولوجيا التي يتبناها. وكان الأمين العام لحزب الله هو خير أمثلة على
هذا نعم النموذج الكاريزما السياسية التي امتلكها الأمين العام لحزب الله هي نادرة جدا، حتى لدى أكبر يعني زعماء العالم لا يمتلكون مثل هذه الكاريزما. كنا نشاهد كيف أنه كان في أوقات الاحتفالات الدينية هو رجل دين، وكيف في أوقات الحنك السياسية هو قادر على طرح مبادرات وعلى اتخاذ قرارات وعلى إمساك نعم بزمام المبادرات، وكيف في الصراع وفي الميدان. يعني حتى أنا اليوم صباحا يعني عندما كنا نسمع الأخبار الواردة من جنوب لبنان والبطولات التي سطرها أبطال حزب الله، يعني من مقتل أكثر من 14 جندي إسرائيلي، وكذلك تدمير 3 دبابات ميرجافة، يعني بدون وعي أعاد بالذاكرة إلى كلام الأمين العام لحزب الله عندما قدم وعدا ومقاربة وقال نحن نتمنى أن تدخلوا إلى بريا في جنوب لبنان، وعندما قال الأيام والليالي والجبهات بيننا، عندما قال بأنكم لن تدخلوا وما شاهدتوه حتى هذه اللحظة هو جزء من بأسنا. هذا الفكر، هذه الثقافة، هذا المشروع هو متجذر، وأعتقد بأن رحيل الأمين العام لحزب الله ربما ترك في نفسنا كثير من الحزن، ربما ترك في نفسنا بعض اليأس في بعض اللحظات، ولكن يجب أن نكون واعيين بأن ما تركه الأمين العام من إرث فكري وسياسي ومقاوم وثقافي وديني وعسكري، هذا الإرث لن يرحل، وهذا الفكر لن يرحل، وهذه الثقافة هي آخذة في التمدد. وأعتقد بأن ما حصل في الأمس، ربما أنا من الأشخاص الذي كنت على أحد وسائل الإعلام وقلت أن الفرحة اليوم تنقص فقط إعلان الأمين العام لحزب الله لهذا النصر. يعني أعتقد بأن ما تحقق في الأمس من الوعد الصادق من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان جزء منه وفق بيان الحرس الثوري، وفق التصريحات الإيرانية، هو انتقام وتأل للأمين العام لحزب الله، لأن إسرائيل عندما قامت باستهداف قادة حزب الله وبخاصة الأمين العام لحزب الله هي كانت تنفذ مشروع، هذا المشروع يمتد من فلسطين المحتلة إلى إيران. والدليل على ذلك، سأعود بك إلى ما إلى إلى الخارطة التي رفعها نتنياهو رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعندما قدم فيها في هذه التصريحات أو الكلمة التي ألقاها في الدورة 79 خارطتين تعيدنا إلى عام 2001 عندما قام جورج بوش الابن بتقسيم العالم ما سمي بدول الشر وفق تسميته ودول الخير. أيضا هاتين خارطتين لمنطقتي الشرق الأوسط ما بين الطريق الممر البحري الهندي الأوروبي الذي طرحه الرئيس بايدن، والذي يراد منه تطبيع العلاقة مع الكيان الإسرائيلي من قبل دول المنطقة والتسليم بالتفوق الإسرائيلي وكذلك الهيمنة الأمريكية، والخارطة الأخرى التي سماها نتنياهو بالنقمة، نقمة على من؟ هي نقمة على الكيان الإسرائيلي، لأن هذه الخارطة الثانية والتي لونت باللون الأسود هي تضم سوريا ولبنان والعراق وكذلك إيران. وكان ملاحظ بأن هذه الخارطة لم تلون باللون الأسود لفلسطين، وكأن نتنياهو يعني يرسل رسالة بأنني سأقوم بتهجير كل الشعب الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية، ولكن هذا اللون الأسود هو كان هدف نتنياهو. بالتالي ربما هناك نقاط، يعني ربما كانت إيران تعمل خلال أو تسعى خلال الفترة الماضية إلى احتواء حالة الصراع على مستوى المنطقة، ولكن كان واضحا ان نتنياهو يريد التصعيد، وهذا التصعيد حتى اليوم يعني ما زال مستمرا. قبل ما اكون على الهواء بدقائق كان هناك استهداف يعني هنا نعم في سأعود لك في دكتور دمشق قبل عدوان محمد. نعم اسرائيل، نعم وبالتالي اليوم الرد دكتور الايراني محمد هو اسمعني اولا لارسال رساله بان ما يروج له من قبل الدعايه الاسرائيليه نعم. والدعايه المقربه لها من أن إيران تخلت عن فكر المقاومة وعن المقاومة، هذا كلام رخيص جدا بطبيعة الحال، نعم ولكن دكتور هم محمد سأعود يسعون لك إلى أحداث على مستوى المنطقة، هم نعم نعم يسعون إذا كنت لاستهداف تسمعني ما أعتقد معنويات الصوت واصل المقاومة. يا دكتور محمد، سأعود لك دكتور محمد نكمل بالرد الإيراني. معك أستاذ كاظم. الرئيس مسعود بازشكيان قال إذا ارتكب الصهاينة خطأ آخر فإن الرد الإيراني سيكون مدمراً أضعافاً أضعاف إذا قابل الرد بالرد. هل سترد إسرائيل برأيك؟ لا شك أنه الموقف الدولي
والإقليمي حاكم في مثل هذه الأمور؟ أولا المعلوم أن الكيان الإسرائيلي لا يستطيع أن يقوم بمهاجمة إيران أو حتى أي جزء من محور المقاومة إن لم يكن هناك موافقة وضوء أخضر أمريكية. نعم. وأشار دكتور محمد، هو مشروع قائم من 2001 إلى الآن، أرادوا بتقسيم وبين الدول المناهضة له والمخالفة، والآن نتنياهو عاد نفس الخرائط، إذن هو مشروع قائم وممتد وللآن لم ينجح بالتنفيذ. يعني ليس فقط مشروع، يعني مشروع الشرق الأوسط الكبير أو صح. الجديد منذ عام 2006 من أيام كونديليزا رايز ووصولا إلى داعش ووصولا إلى الآن ما سمعناه من نتنياهو في الشرق الأوسط الجديد وتغيير الخارطة، هذا يعني مشروع سائر. نعم. وكلما يصل إلى مرحلة هناك من يعرقله ويفشله. صحيح. لكن هل سيرد الكيان الإسرائيلي على إيران؟ نعم. هنا النقاش الآن. النقاش إنه الكيان الإسرائيلي لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الخطوة إن لم يكن هناك موافقة ودعما أمريكيا، ليس فقط موافقة. وبالتالي على مستوى محور المقاومة، كان يوم أمس هناك بيان للهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة الإسلامية في العراق على أنه لو رد الكيان الإسرائيلي واشتركت الولايات المتحدة الأمريكية أو استخدمت السماء العراقية فإن جميع المصالح الأمريكية في المنطقة ستكون أهداف المشروع. هذا رقم واحد، هذا إسناد أول. هذا واحد. اثنين، أين تتواجد هذه المصالح الأمريكية؟ في الدول الجوار. صحيح. ثلاثة، بمثل هذه الفرضية، بمثل هذا السيناريو، هذه الدول الجوار لابد أن يأخذ رأيها في مسألة الرد. نعم. ثلاثة، على مستوى الواقع هناك إشغال للماكنة العسكرية الصهيونية سواء في قطاع غزة أو الآن في جنوب لبنان، هذا أيضا عامل مؤثر. أربعة، الداخل الأمريكي مهم في هل تقود أو يقود الكيان الإسرائيلي المنطقة إلى حرب ويقود القوات الأمريكية إلى مواجهة شاملة. هناك انتخابات بعد شهر من الآن، هناك انتخابات أمريكية. نعم، هدف نتنياهو فوز ترامب، لكن هذا الأمر يعني غير غافل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الديمقراطي الأمريكي. وبالتالي هذا الأمر، والمفروض اليوم بفارق الوقت أن يكون هناك مكالمة هاتفية بين بايدن وبين نتنياهو. نعم. بمعنى أنه لو ردت أو لو رد الكيان الإسرائيلي على إيران فهناك موافقة ودعم أمريكي. المقاومات التي تحدثنا بها الآن تؤشر على أنه الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل. طيب، حلل لي التالي. الأمين العام للأمم المتحدة يقول أن الأمور تتحول في لبنان إلى الأسوأ. نعم. أعلن وزير الخارجية للكيان أن الأمين العام شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، هل يدل أنه في صراع بيناتهم؟ ليس مسألة صراع. إحنا نعلم، يعني جميع يعلم، أنه المناصب الأساسية في المؤسسات الدولية تحتاج موافقة من الصهيونية العالمية. نعم. بغض النظر عن وجودها ومؤسساتها. وبالتالي منصب مثل منصب الأمين العام للأمم المتحدة مؤثر، هسه ليس مؤثر على مستوى الفعل ولكن مؤثر على مستوى الضغط. صحيح. موقف الأمين العام منذ بداية 7 أكتوبر وما مارسته الماكنة الحربية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين كان واضح وتنديد. ورأينا كيف عمل الكيان الإسرائيلي على تغييره أو إدانته أو الضغط عليه بشتى السبل. ما يجري الآن أيضا حرب إبادة جماعية. صحيح. فرنسا لها دور الآن بتغيير المواقف على مستوى مسؤولين، يعني فرنسا تنظر إلى لبنان على أنه جزء من مستعمراتها السابقة ومصالح الفرنسية موجودة في لبنان، وبالتالي لابد أن تتوقف. واليوم كان هناك تصريح لماكرون أن تتوقف الحرب في لبنان. نعم. إذن الموقف الجديد القديم لغوتريتش ثابت، أنه ما يفعله الكيان الإسرائيلي هو حرب إبادة جماعية وضد الإنسانية، وهو يتنافى مع حقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة وغيرها. عندما تأتي مثل هذه الشخصية إلى داخل الكيان الإسرائيلي حتما لا يتم استقبالها، خصوصا أنه برر هذا الموقف على أنه لم يدين أو يندد بالرد الإيراني الذي حدث ليلة الأمس. صح. إذن هو من كل الجوانب شخصية غير مرغوبة. مع هذا يعني هو عندما يطلب منه قرارات معينة، مثلا تنفيذ مجلس الأمن الذي الخاص بإيقاف الحرب في قطاع غزة لم ينفذ،
غوتيريش كأمين عام للأمم المتحدة كان المفروض يتخذ يعني خطوات تنفيذية على مستوى مجلس الأمن. إذن لو كان هناك رد في إسرائيل في المقابل، أنه هل الحرس الثوري مستعد لرد أقوى من رد يوم أمس؟ إيران ومحور المقاومة في حال تدخل الولايات المتحدة الأمريكية سيردون، أما إذا رد إذا قام الكيان الإسرائيلي لوحده بهذا الرد على الرد، فتصريحات وزير الدفاع يوم أمس واضحة، الرئيس بازشكيان تصريحاته واضحة، وزير الخارجية الإيراني تصريحاته واضحة على أنه لو رد الكيان الإسرائيلي على هذا الرد الإيراني فأن الرد سيكون مدمرا مضاعفا موجعا. طيب دكتور محمد نادر، بس احنا تكلمنا عن تصريحات الجانب الإيراني، تصريحات العدو الصهيوني، إذاعة الجيش العدو تقول أن الجيش الإسرائيلي يعترف لقد أصابه صواريخ كثيرة، صواريخ إيرانية، وقواعد الجيش الإسرائيلي هي مستهدفة، وأيضا إعلام العدو عن وزير المالية للكيان إيران تريد تدمير إسرائيل، رأيك بهذا التعتيم يعني؟ ومجانب آخر يصرح هذه السؤال الذي طرحته حضرتك أو النقاط أو المقاربة التي قدمتها حضرتك تحمل أكثر من بعد. البعد الأول هي الخسائر التي تلقاها الكيان الإسرائيلي، يعني أولى هذه الخسائر هي صورة الكيان الإسرائيلي. يعني اليوم من خلال ما شاهدناه على مدى عام من إطلاق ما سمي بمعركة السيوف الحديدية والاعتداء على قطاع غزة وكذلك على لبنان، ومحاولة تقديم نتنياهو أنه أحرز انتصارا من خلال اختيار القادة، وخاصة أن معظم القادة لم نخل جميعهم الذين تم اغتيالهم من يعني صفوف حزب الله، سواء الشهيد فؤاد شكر، سواء يعني إبراهيم عقيل، سواء الأمين العام لحزب الله أو حتى علي كركلي، هم جميعهم مصنفون وفق قوائم الإرهاب الأمريكية. وبالتالي حاول نتنياهو أن يقول للعالم بأنني أحرز انتصارا ليس فقط لأمن الإسرائيلي بل أيضا للأمن العالمي. وأيضا عندما تحدث نتنياهو في الجمعية العامة المتحدة قال بأننا نحارب، أنا أحارب نيابة عن العالم، يعني وكأنه يقدم نفسه بأنه بطل عالمي ويقوم بمحاربة هذا الإرهاب الذي يدعي بأنه إرهاب أو الذي يصنفهم بمحور الشر نتنياهو. بالتالي هذه الدعاية أصبحت خلف الزور. ولكن عندما يتحدث نتنياهو أو حتى المسؤولين الإسرائيليين عن وجود خطر على أمن إسرائيل، هذا له معنيين. المعنى الأول بأن نتنياهو يريد الضغط على الأوروبيين وعلى الغرب لإنشاء تحالف والقيام بعمل عدواني على مستوى المنطقة نيابة عن كيان إسرائيل. مثل هذا المشروع طرح في أكثر من مرة خلال العام، كان أحدها عندما تحدث ماكرون مع بداية عملية طوفان الأقصى بأنه لابد من تشكيل تحالف دولي. ولكن الذي أدى إلى تراجع هذا المشروع بطبيعة الحال هو يعني الصورة التي نقلتها المقاومة الفلسطينية عن حقيقة ما يجري من انتهاكات في قطاع غزة، وبالتالي تبدل الرأي العام الغربي الذي أصبح عامل ضغط. المرة الثانية أيضا الذي تم طرح هذا الموضوع عندما طرحه نتنياهو في الكونغرس الأمريكي منذ يعني نهاية تموز الماضي، عندما قال بأنه لابد من إعادة تحالف أطلسي سني في المنطقة، وكأنه كان يرمي إلى إشعال حرب أو صراع ديني على مستوى المنطقة، على غرار المشروع الذي طرح منذ عامين أو أكثر عندما كان ترامب يعني رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد في عام 2018 أو 2016 هذا المشروع طرح عبر ما سمي بمشروع الناتو السني، يعني هذا المصطلح الذي أطلق على غرار الأطلسي في الشرق، وكان الهدف منه هو استخدام دعاية بأن إيران تقوم بتشييع المنطقة، تقوم بتوسيع نفوذ المنطقة، تقوم بدعم الحركات الإرهابية في هذه المنطقة. هذه كلها دعايات إسرائيلية غربية. بالتالي أعتقد بأن الهدف الأساسي من تقديم نتنياهو بأنه اليوم هو والكيان يعانون من هولوكوست جديدة هي فقط للحصول على دعم غربي ولتشكيل هذا التحالف للسماح للكيان الإسرائيلي أو الحفاظ على تفوق الكيان الإسرائيلي في المنطقة. فيما يتعلق بالخسائر، حتى هذه اللحظة لا يمكن التعويل أبدا أن يعترف الإسرائيلي عن حجم الخسائر، ولكن ربما الصورة التي شاهدناها في الأمس أو صور أو مقاطع الفيديو التي شاهدناها في الأمس من تدمير المطارات والبنى التحتية وكذلك حالة الهلع، يعني عندما نتحدث 10 مليون إسرائيلي في الملاجئ، هذه لحالة يعني تتعلق بصورة إسرائيل، بمكانة إسرائيل. عندما نتحدث عن وصول اليوم الإعلام الإسرائيلي أو الإعلام الغربي على سبيل المثال هو يتحدث عن وصول فقط 80 صاروخ، والذي يذهب معهم أنه تم وصول 80 صاروخ وليس 90
بالمئة من الصواريخ التي أعلنتها إيران. أنا سأذهب إلى مع الحديث دكتور محمد الأوروبي بالإضافة إذا ما تفضلت بأنه بدخول 10 من المواطنين الكيان إلى الملاجئ، بالإضافة لذلك أخبار العدو إعلام العدو يدعو إلى عدم نشر أسماء الأماكن التي تسقط فيها الصواريخ، بالإضافة إلى ذلك أن جهاز الإسعاف في العدو يدعو للتبرع بالدم. أنا سأقول لك، أنا اليوم سأعتبر نفسي بأنني لا أصدق محور المقاومة، سأذهب إلى هذه المقاربة وأصدق الدعاية الغربية، ويقولون اليوم بأن 80 صاروخ وصلت للداخل الإسرائيلي. طيب أين هي القبة الحديدية التي تفاخر بها؟ أين هي فخر الصناعات الدفاعية الإسرائيلية التي قدمت في العالم بأنها من أفضل الصناعات العسكرية على مستوى النظام الدفاعي العالم، حيث مقلاع داوود؟ يعني هل تعلمون بأن كل صاروخ فقط من المضادات الجوية حيث هي تكلف إسرائيل 3.5 مليون دولار، مقلاع داوود أيضا مليون فاصل 8 مليون دولار، قبة الحديدية 800 ألف دولار. إذا هذه الخسائر الاقتصادية أيضا هي لها تأثير. فضلا عن ذلك، عندما كما تفضلت، عندما نشر الكيان الإسرائيلي تعميم على مستوى الداخل الإسرائيلي بعدم نشر مقاطع وأسماء ومراكز هذه الصواريخ، لأن اليوم انتشار مقاطع الفيديو، وهذا رقم اليوم يعني يتقدره يعني بعض وسائل الإعلام، بأن أكثر من مليار مشاهدة للمقاطع التي انتشرت في الأمس لسقوط هذه الصواريخ. هذه الحالة مجرد. أهم من ذلك، ما خسره الإسرائيلي في هذا من خلال الرد الإيراني هو ترميم الثقة وإعادة الثقة من قبل الحاضنة الشعبية للمقاومة بقدرات نعم. المقاومة. نعم دكتور محمد، يعني سأعود لك، خلينا نفصل الموضوع. أستاذ كاظم، هذا الكيان الصهيوني تعرض إلى 200 صاروخ، زين ما توقف الموضوع، قبلها كانت عملية من المسافة الصفر لشخصين هما من الضفة الغربية، كما صرح عدو الإسرائيلي بأنهم من الضفة وهم أخوان، وقتلوا تقريبا 8 أشخاص من الجليل وليس من الضفة، ما أعرف بالتحمل هذه أي نعم. وبالإضافة إلى ذلك كان أكو 16 جريح والبعض الجرحى إصابات خطيرة. هاي عملية. 2-3 بالليل كان أكو هواية يعني صواريخ انطلقت من لبنان، اليوم قدرت ب 110 صاروخ. الحدود ايضا كانت قوة الرضوان موجودة، وبنفس الوقت اعلن اعلام العدو بانه 20 قتيل وقيادات ايضا. هذا بالاضافة الى ذلك هناك شرطة السويد وشرطة الدنمارك اعلنت باستهداف السفارات الكيان في مناطقهم، وايضا بقنابل وباطلاقات نارية، في ضغط كبير على الكيان. مع ذلك هو الكيان يستهدف وما زال يستهدف، بس هذا يدل على ضعف الكيان برأيك، لأنه هو مستهدف الآن من كل الأماكن. يعني ما يقوم به الكيان هو محاولة إيجاد منجز، يعني بعد الفشل الذي حدث في غزة والآن ما يواجهه. بالمناسبة قوة الرضوان لحد الآن أعلن حزب الله أنها لم تشترك في القتال لحد لغاية الآن، تمام. والآن يعني هذه الحدود يعني شيء بسيط، يعني معنى كلامهم ان قوه رضوان اللي هي 5000 شخص الى الان لم تشترك لحد الان. بالتالي نعم. ما يجري هو مجاهدون من حزب الله وايضا تمام. من حركه امل كبدوا الجيش الاسرائيلي على الحدود من ليله امس الى هذا اليوم العديد من الخسائر. نعم. يعني الذي احصي 3 دبابات فضلا عن عدد القتلى اللي يتجاوز اكثر مما يعلن، من بينهم 3 ضباط. هو أكيد هو أي إعلان من الكيان هو مصحيح. مو صحيح، يعني فيه جزء من الصحة لكن صح. ليس يعني لا يعطي المعلومة الكاملة. وأشرت إلى مسألة التعتيم اللي كان يمارسه ولا زال يمارسه حقيقة، هاي واحد. 2 يعني عدم وجود إنجاز يدفعه إلى الاندفاع، لذلك رأينا ذهب باتجاه تجاوز الخطوط الحمر ومشتت واختيار السيد شهيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. 3 لكل فعل ردة فعل. صح. يعني المظاهرات التي رأيناها في أمريكا للجاليات العربية أو للأمريكان أو لكل الجاليات التي تظاهرت حالة طبيعية، هذه تنظر للموضوع من حالة إنسانية، ليس من حق الفلسطينية قام الدولة، لا، من حالة إنسانية. وبالتالي ارتدادات رد الفعل تستهدف سفارة، يستهدف مسؤول، تستهدف قنصلية، هذا أمر طبيعي جداً.
لانه حتى الاجرام حماس صرحت بهذا الامر انه هو طبيعي انه يكون استهدافات طبيعيه نعم. لانه الاجرام الذي ينقل من خلال الفضائيات الى العالم لا يرتكبه انسان صح. يعني هو التطرف اليمين هذا مو يمين متطرف هذا تطرف في التوحش تطرف في الاجرام تطرف في القتل يعني الانسان يقتل البناء يهدم مقومات الحياه تمنع يعني لا مستشفيات لا ما لا كل مقومات الحياه اليوم صرح محمد عفيفي انه احنا نعيش غزه لبنانيه مجددا وما هو استهداف المدنيين هو يذهب اليوم يعني محمد عفيف مع مجموعه كبيره من الصحفيين اخذ الصحفيين ودخل في جوله في الضاحيه الجنوبيه صحيح قال هذه المناطق هذه البنايات التي استهدفت لا توجد فيها اسلحه الموجود فيها مدنيين مقر قناه الصراط الموجود فيها مدنيين فضلا عن مساله القناه الثقافيه قناه الصراط بالتالي هو يذهب باتجاه استهداف المدنيين لماذا لانه يريد ان يولد ضغطا على صانع القرار سواء في حزب الله او في الحكومه اللبنانيه وبالتالي يعني يريد ان يدفع هذا الضغط الذي ياتي من جنوب لبنان باتجاه اولا الجيش الاسرائيلي ثانيا دعما لفصائل المقاومه الاسلاميه في فلسطين ويتخلص من هذا الضغط وبالتالي الضغط الآخر ممكن أيضا أن ينفرد به كما قلنا في بداية الحلقة نعم. الهدف هو أن يجزئ وحدة الساحات وبالتالي يسيطر عليها كيف؟ الأداة الوحيدة طبعا سيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى قبل الاستشهاد قال لماذا لا نستهدف المستوطنين؟ استهدافهم مو شيء صعب موجودين وندل مكاناتهم حتى ممكن الملاجئ يستهدفونه كحزب الله وحتى إيران البارحة في إيرانها لماذا؟ حفاظا على الأبرياء والمدنيين الذين لدينا كلبنانيين أو كمسلمين بصورة عامة وأيضا حفاظا على شرعية العملية فهذا يعني هذا ناتج أقول إنه ما يجري ردة فعل طبيعية والتي تستهدف الآن هي تستهدف أبنية الإجرام الصهيوني ذهب بعيدا في مسألة يعني استهداف الأبرياء واستخدامهم أدوات سياسية وعسكرية نعم دكتور محمد تكلمنا على ذكر محمد عفيف مسؤول الإعلام بحزب الله اليوم كان في جولة مع الصحفيين وهذه الجولة يعني أنا أشوفها الأولى من نوعها يعني يمكن في غزة لم يعني تسنى الفرصة ليمكن بعض الإعلاميين بالتجول بهكذا أريحية اليوم جمع كل القنوات ويعني صوروا الحجم الدمار في المباني اللي هي بعيدة كما ادعى العدو بانها يمكن مخازن للاسلحه او غيرها. رايك بهذه الجوله؟ يعني بطبيعه الحال الفرق ما بين لبنان والضاحيه الجنوبيه اليوم عن غزه بان غزه بدايه العدوان وانا كان لي مؤلف ادبي حول هذا الموضوع. غزه بدايه العدوان كان هناك نوعين من الاعلام، اما الاعلام الذي يعمل تحت اشراف الكيان الإسرائيلي وكان فقط يقدم ما يروج له الكيان الإسرائيلي وما تسمح له هيئة الأركان الإسرائيلية بنشره وهناك نوع آخر الذين كانوا متواجدين داخل غزة وكان يتم استهدافهم بشكل كبير جدا وبالتالي مثل هؤلاء يعني كان يتم استهدافهم بشكل مقصود لعدم نقل حقيقة الانتهاكات والجرائم التي كان يقوم بها الكيان الإسرائيلي وربما يعني شاهدنا جميعا الشهداء يعني هناك اليوم في غزة وفق آخر تقدير 167 شهيد صحفي و560 شهيد ممن يعملون في مجال الإعلام وبالتالي هذا الرقم يؤكد بأن هذا الكيان لا يريد تصدير أي صورة إلى الغرب أو إلى الخارج إلا الصورة التي يريد تقديمها هو وفق يعني سيرورة الإسرائيلية وإدارة الحرب النفسية التي يسعى إليها الكيان الإسرائيلي اليوم ما قام به الحاج عفي أنا أعتقد بأنها خطوة ذكية جدا من قبل الحزب لسببين السبب الأول لنقل صورة هذا التدمير الممنهج الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي والسبب الثاني اليوم هناك ادعاءات في الداخل الإسرائيلي تتحدث عن أنه سيقوم بتدمير الضاحية وسنقوم باستهداف كل أماكن حزب الله في الضاحية وجميعنا يعرف بأن الضاحية الجنوبية هي إما أقارب أو أهالي أو مصالح لحزب الله صحيح. وبالتالي هذا يعني بأن هناك مشروع إسرائيلي لوضع الضاحية على الأرض بهذا المعنى يمكن القول هو تدمير الضاحية بالكامل وبالتالي ربما أراد عفيف إدخال هذه الوسائل ليس فقط لنشر أو للسماح لهم بنشر
أكاذيب الكيان بأنه لا يوجد أسلحة هنا، انظروا ادخلوا إلى الضاحية، هذه الضاحية أمامكم، وصوروا ما شئتم، يعني خذ أين ما أردتم، صوروا أين هي الصواريخ، انقلوا هذه الصور للعالم. ولكن صحيح. في المقلب الآخر لإظهار أن ليكون هناك توثيق دولي من خلال وسائل الإعلام أن هذه الضاحية هي منطقة مدنية وليست عسكرية، فلماذا يتم استهدافها من قبل الكيان الإسرائيلي؟ أنا سأقول لك لماذا. وهنا أعتقد بأن الحزب هو واضح في هذه النقطة وسيكون واضحا خلال الفترة القادمة. الهدف من ذلك أن الإسرائيلي قدر الإمكان والكيان الإسرائيلي استهدف الحاضنة الشعبية لحزب الله. نعم. يعني عندما وجدنا بين في تفجيري الثلاثاء والأربعاء وسائل اتصالات البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكي من خلال القيام باستهدافها، وهي استهداف الحاضن يعني بشكل نعم. أساسي، ثم استهداف القادة، ثم القول بأن هناك خرق، ثم القول بأن هناك تخلي من إيران عن المقاومة. إذن هي وسيلة ودعاية إسرائيلية تستهدف قدر الإمكان تشكيك أولاً الحاضنة الشعبية بالمقاومة، ومن ثم جاء اختيار الأمين العام لحزب الله للقول بأن هذه المقاومة قد تفرط وقد تنهار في أي لحظة، وبالتالي هذا يجعل الحاضنة الشعبية في حالة قلق، ستجعلها في حالة انقسام. يعني هناك من بدأ يتحدث في الضاحية وفي لبنان بشكل عام، هل إيران تخلت عنا؟ هل محور المقاومة تخلى عنا؟ إذا لكن نفس الوقت أصبح هناك انقسام أستاذ لمجرد محمد انتشار مثل عفيف هذه خلال كلامه الادعاءات. مع وبالتالي اليوم الصحفيين تدمير قال، الضاحية هو اسمح لي هي دكتور استهداف محمد، من قبل الكيان الإسرائيلي، تقليب الحاضنة الشعبية ضد حزب دكتور الله، محمد إن والنقطة كنت الثانية تسمعني، هي معارضة هذه الحاضنة باحتوائها حزب الله. دكتور محمد عفيف خلال كلامه مع الإعلاميين قال الأهالي توصل رسالة للكيان بأن هذه المباني هي فداء السيد حسن وسنعيد إعمارها إن شاء الله بعد النصر القادم. يعني اللافت أختي الكريمة، اللافت أيضا أن أحد الفنانين وهو معروف بدعمه للمقاومة يعني كان أمام منزلي في الضاحية نعم. الجنوبية، وأنا كنت على اتصال معه وتابعت هذا الموضوع، قال لي في السابق كنا نقول فدا السيد حسن وسماحة السيد حسن، اليوم نقول فدا روح الأمين العام لحزب الله، فدا سيد الشهداء. يعني ما زال هذا الفكر موجود لدى أهالي الضاحية الجنوبية، وبالتالي اليوم استهداف الحاضنة الشعبية أعتقد بأن اليوم يعني اللبنانيين والحاضنة الشعبية لمحور المقاومة هم ليسوا كالإسرائيليين. يعني صحيح. هناك خطأ في التفكير، يعني نعم. مهما حاول نعم سأعود الإسرائيلي لك يعني دكتور محمد بمقاربة نعم بسيطة ومقارنة بسيطة، اليوم تجدين في الأمس كنا نشاهد أن الفلسطينيين كيف يعني يحتفلون ويعني يعلنون النصر، وكانت صحيح صاروخ تمر فوق أحسن دكتور غزة محمد وفوق إن كنت رام الله، تسمعني وكيف الإسرائيليين يدخلون إلى الملاجئ. يعني هذه نعم حالة التناقض، يجب أن ندركوا بأن هذه الأرض لها أهلها ولها أصحابها، وهم الوقت قادرون أن يدركنا يضحوا دكتور بالمال والمال محمد والعرض خليه من أجل نفصل الدفاع أكثر. نعم أستاذ كاظم، يعني البارحة كان تفاعل دولي وإقليمي حول الموضوع، من يندد أو من يؤازر أو من يرفض هذا الموضوع. العدو اليوم صرح بأنه من كان مساند للرد الإيراني فلا له ترحيب في دخول الأراضينا، يعني صارت جبهتين يعني مثل ما تفضلنا ببداية الحديث، جبهة الشر وجبهة الخير، في هواي ناس مؤيدة أتكلم دوليا وفي ناس مغيبة وفي ناس لم تتكلم أصلا عن الموضوع. يعني هذا الموقف ليس بجديد بالنسبة للكيان الإسرائيلي وحتى بالنسبة لأمريكا. أمريكا منذ أيام جورج بوش قالت أنه بعد أحداث سبتمبر قالت أما معنا أو ضدنا، وبالتالي أيضا الآن الكيان الإسرائيلي نفس المدرسة ونفس النهج الصهيوني، من أيد ضدنا ومن أدان فهو معنا. هذا ليس بجديد. والساكت شلون؟ الساكت يعني مع الكيان الإسرائيلي مع المؤيدين، يعني لازم أنت تندد، ما يصير تسكت، هسه تندد يعني علني، تندد سرا، بس هو خطر، ممكن يكون منافق ما لا تعرف. مو مشكلة، هسه هو بالنسبة له مو مشكلة، هو لا يتعامل مع هذه الأنظمة وخصوصا الصامتة بمسألة أنها كيانات مستقلة تمثل شعوبها. هذه الأنظمة الصامتة هي كيانات هو زرعها، هو يتحكم بها، هو يتخذ القرار عنها. بالمناسبة ما نراه من أغلب الحكومات الموجودة ليس في المنطقة في العالم، هي حكومات ظل لكنها ظاهرة. صح.
أما الحكومات الحقيقية التي تنفذ غيرها موجودة في واشنطن، موجودة في تل أبيب، نعم. الماسونية والصهيونية العالمية هي التي تحكم أغلب الدول العالمية، ربما باستثناء يعني محور المقاومة. لذلك هذا الموقف ليس بالجديد. الكيان الإسرائيلي مدرسته نهجه هو قتل المدنيين منذ المجازر في عام 32 وصولا إلى 48 وصولا إلى صبرا وشاتلا وغيرها من المجازر وصولا إلى غزة. الآن نحن الآن سنتجاوز 50,000 شهيد. هذه الدول التي نددت بحق إيران بالدفاع عن نفسها، لماذا لم تندد بقتل هؤلاء 50,000 شهيد؟ 50,000 إنسان فلسطيني قتل، أغلبهم من النساء والأطفال. نعم. لماذا لا توجد إدانة؟ إذن هناك ازدواجية في معايير الدول بالتعامل مع الحدث. نعم. الدولة التي يرونها مؤثرة وربما يعني تؤثر عليهم، لا أتحدث عن الأنظمة التابعة، الدول التي ربما لديها نسبة استقلالية تراها مؤثرة على الساحة الدولية، تراها مؤثرة على علاقاتها على اقتصادها، لا تدين لأن هذه إسرائيل، إسرائيل نسخة مصغرة من أمريكا في الشرق الأوسط. من يدير أمريكا هو يدير إسرائيل. مسألة هذا رئيس ديمقراطي، هذا رئيس جمهوري، هاي شكليات. أما واقع الحالة، المدرسة التي تدير المكانان هي واحد، هي الصهيونية العالمية، وهذا الأمر ليس بجديد والدول تعلم ذلك. من يمتلك الشجاعة ويقف ويقول كلا، هذا يصنف ضد. من يمتلك الشجاعة ويقول كلا ويمتلك الجرأة للرد يصبح إرهابيا وفق الرؤية الصهيونية، وهذا ما تنطبق الآن، ما يقولونه الآن على محور المقاومة وعلى إيران ليلة البارحة. نعم. طيب دكتور محمد، محور المقاومة بعد الرد الإيراني ازداد قوة؟ لم أسمع السؤال جيدا. سألتك عن محور المقاومة في العالم أكيد المؤازر لفلسطين المحتلة ولبنان، بعد الرد الإيراني ازداد قوة للمواجهة؟ يعني بطبيعة الحال الرد الذي حصل في الأمس هو استعادة صورة التوازن الاشتباك ومعادلات القواعد الاشتباك وتوازن القوى على مستوى المنطقة، وأنا أعتقد بأن هذا الرد يحمل معطيين. المعطى الأول هو محاولة إرسال رسالة للكيان الإسرائيلي ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية بأننا لا نريد حرب شاملة ولكننا مستعدين لها، وبالتالي أي تفكير من قبل الكيان الإسرائيلي بالذهاب نحو تنفيذ مشروعه باستهداف أمن المنطقة سيواجه برد قوي وحازم، ولن يسمح لا للأمريكي ولا الإسرائيلي بتنفيذ مشروعه، سواء من خلال الحصار الاقتصادي، سواء من خلال التنظيمات الإرهابية، سواء من خلال استمرار تصعيد العمليات العسكرية، وبالتالي قوى المقاومة في فلسطين ولبنان ستبقى قائمة ولن يسمح أبدا بسقوطها لا من قبل إيران ولا من قبل محور المقاومة بأكملها. الرسالة الثانية، وأنا أعتقد بأنها هي رسالة إلى الغرب بشكل خاص، بأن اليوم استمرار دعم الكيان الإسرائيلي هذا يعرض المصالح الجيوستراتيجية لهذه الدول للمخاطر، وبالتالي يجب أن تعيد تفكيرها بأنه في حال قدوم ترامب على سبيل المثال وانخراط هذه الدول في صراع كبير على مستوى المنطقة، ما الذي ستجنيه هذه الدول؟ ستجنيه خسارتها في أوكرانيا وخسارتها في المنطقة. نعم. وبالتالي ستصبح ربما معزولة على سبيل المثال من الخارطة التفاعلية على مستوى العالم. لذلك نشاهد نوعا ما ربما تنافر في المواقف بين الفرنسي والأمريكي فيما يتعلق بلبنان على سبيل المثال، فضلا عن أن لبنان تعتبر امتداد حيوي للمصالح الفرنسية وما إلى ذلك، ولكن اليوم حتى الأوروبيين في الملف السوري هم يسعون إلى إحراز تقدم وإعادة تصحيح المسار، لأنهم بدأوا يشعرون بأن الأمريكي يبدأ بتراجع تأثيره على الملف السوري، وهم ليس لديهم أي نفوذ على الداخل السوري، بالتالي لابد أن يفتحوا قناة اتصال مع الدولة السورية، وهذا الأمر ربما يزعج الأمريكي ولكن ويحقق نوعا ما المصالح الأوروبية من خلال دفعهم للرجوع خطوة إلى الوراء وإقدامهم على اعتراف بخطأ في قطع العلاقة والمساهمة للحلب على سوريا. وبالتالي أنا أعتقد نعم اليوم ما حصل في الأمس هو يكرس قواعد الاشتباك، يعزز من توازن القوى، ودعيني أقول لك عندما أقدمت إيران ليس على استعراض القوى كما حصل في 14 نيسان بل على توظيف هذه القوى أو جزء من هذه القوى، تصوري ما الذي يوجد لدى إيران بعد؟ يعني هناك تقديرات بأن ما استخدمته إيران، وهذه تقديرات إسرائيلية وأمريكية على حد سواء، ما استخدمته إيران
هو جزء مما يخفى لديها، وبالتالي عندما تستخدم إيران اليوم أو تستعرض أحد الصواريخ، هذا يعني بأن هناك جيلين أو ثلاثة لم تعرضهم إيران بعد. وبالتالي هذه العقلية يجب أن تكون فعلا هي عقلية الضغط على الكيان الإسرائيلي لعدم دكتور زيادة حركة الحرب محمد بالمنطقة، ومع أدركنا ذلك الوقت، يكون شكرا صريح لانضمامك ومنطقي دكتور محمد فقط. نادر محلل سياسي من سوريا، شكرا جزيلا لك، وأكيد في الاستوديو أستاذ كاظم الحاج محلل سياسي، شكرا شكرا لك. جزيلا، وإن شاء الله نقولها ومن شوارع الجمهورية ومن استوديو الأيام سوف تكون كثيرا. إلى اللقاء.